شكل المشروع التمهيدي لتعديل الدستور محور لقاء ناقش خلاله أساتذة ومختصون في القانون والعلوم السياسية بجامعة معسكر. ناقشوا فحوى المشروع وكيفية الوصول إلى دستور توافقي يستجيب إلى تطلعات المواطن. عن كثب عمري نهاري. ناقش أساتذة وأكاديميون بجامعة معسكر مضامين المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي يعتبر المنعرج التاريخي للإصلاح السياسي للبلاد. أساتذة الجامعيين والجامعة لها نظرة موضوعية وأكاديمية، وهذا ما نريد من خلاله إثراء الدستور ونفتح أبواب النقاش بموضوعية وباحترام، وكذلك لكي نكون من بين من أثرى الدستور ومن ساهم في هذه اللبنة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة. إسهام الباحثين في مجال القانون بمقترحاتهم لديباجة الدستور والمبادئ التي تحكم المجتمع والحريات العامة والمؤسسات الدستورية والرقابية والاستشارية من أهم المحاور. هو تكريس استقلالية القضاء ودعم مؤسسات الرقابة، خاصة من خلال إنشاء ما يسمى بالسلطة العليا لشفافية ومكافحة الفساد. بعد ما رئيس الجمهورية طرح مسودة التعديل منذ مدة غير قصيرة للمناقشة الاجتماعية، طبعا النقاش المجتمعي، كان لابد أن الجامعات تشارك بهذا النقاش. المسعى من هذه المقترحات هو دستور توافقي يستجيب لتطلعات المواطنين. تقبل تحيات فريق الخدمة. فضيل مختار يوسفي، تلقاكم في الموعد الإخباري القادم. إلى اللقاء.